احنا كنا قبل ما ياخدين اذا عنا a times b equal 0 شو كنا نقول؟ then a equal 0 or b equal 0 صح؟ a equal 0 or b equal 0 يال a equal 0 يال b equal 0. طب اذا حطينا a times b does not equal 0 اذا رقمين ضربوا مش صفر. خلينا باللي فوق، اذا رقمين ضربوا صفر معناتها ضروري يال الاول صفر يال الثاني صفر. If two numbers are, if the product of two numbers is zero, then the first number is zero or the second number is zero. If the product of two numbers is not zero, then it is necessary that the first is not zero and the second is not zero. إذا رقمين ضربوا مش صفر معناتها لا الأول صفر ولا الثاني صفر إجباري ولا واحد منهم صفر. فهون شو بنقول؟ then A does not equal 0 and مش or مثل اللي فوق and B does not equal 0 ماشي. فوق إذا equal 0 الأولى 0 أو الثانية 0 معناتها أو يعني or الثانية. إذا A times B does not equal 0 then A does not equal 0 and B does not equal 0 ماشي. طيب خلينا نعمل example مثلا 3 over 2x minus 5 x plus 1. مثل ما قلنا قبل شوية كل فراكشن كل ما اشوف فراكشن لازم اقول اللي تحت شو does not equal zero ماشي. شو بنقول له؟ هيدا اول شيء condition، condition انه اللي تحت does not equal zero. بس اللي تحت في عنا two factors، بدنا نحط هي does not equal zero and هي does not equal zero. بس يكونوا مضروبين بحط كل واحدة does not equal zero، بعتبرهم مثل a times b مثل هاي الحالة. بنقول 2x minus 5 does not equal zero ومنحلها لهيدا equivalent 2x does not equal 5 equivalent x does not equal 5 over 2 and التانية x plus 1 does not equal 0 equivalent x does not equal minus 1 ماشي. يعني الاكس ممنوع تكون 5 over 2 وممنوع تكون minus 1، لكن شو بتكون؟ بتكون كل شيء الا الماينس 1 وال 5 over 2. So هيدا الفراكشن is defined، هيدا الفراكشن 3 over 2x minus 5 بx plus 1 is defined مقبول يعني أينتا for all values of x except 5 over 2 and minus 1. هيدا الفراكشن بيكون الفاليوز تبعولته مقبولين بكل الأحوال ما عدا لما تكون الـ x 5 over 2 و minus 1 ماشي. في إلا طريقة تانية هنا بالكتابة بنختصرها، بنقول domain of definition، domain of definition للفراكشن is كل الأرقام بنعبر عنهم بـ r، كل الأرقام ما عدا يعني minus بنحط من ومن الـ minus 1 والـ 5 over 2 ماشي. كل الأرقام ما عدا الـ minus 1 والـ 5 over 2. فإذا يا بنستعمل هيدا يا بنستعمل هاي الجملة. بس أول شيء بدي أكتب هيدا الكونديشن. مثلا واحدة تانية كمان إكزامبل تالت 2x plus 5 over x into x minus 1 كمان نفس القصة، بحط بس اللي تحت does not equal 0 مش اللي فوق، اللي تحت does not equal 0 condition x بx minus 1 does not equal 0 معناتها الأولى does not equal 0 and التاني factor does not equal 0 then x does not equal 0 and x minus 1 does not equal 0. هي خالصة بدش حال. هون بدنا نجيب ال 1 we have to make 1 to the next side. X does not equal 1. كيف كنا نحل ال equal؟ نفس الشيء بنحل ال does not equal. X does not equal 1 therefore يعني ممنوع تكون 0 وممنوع تكون 1، لكن شو بتكون؟ كل الأرقام يعني R ما عدا 0 وال 1. then domain of definition هو كل الأرقام ما عدا 0 وال 1. أو منقول هيدا الفراكشن is defined for all values of x except 0 and 1 or منقول 2x plus 5 over x into x minus 1 is defined مقبول for all values of x except
0 and 1 مقبولة بكل العالم، شو ما تكون الفاليو الاكس مقبولة ما عدا الزيرو وال1. ماشي، يعطيكم العافية، هذا الفيديو التاني.